عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم معنا في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. إحنا دلوقتي لازلنا بنتواصل الحديث مع الموضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع الكيسينج. إحنا اتكلمنا عن الكيسينج في المحاضرتين أو ثلاثة اللي فاتوا، قلنا أنواع الكيسينج إيه، قلنا أهمية الكيسينج إيه، قلنا السبيسيفيكيشنز بتاعت الكيسينج إيه. امبارح او المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على ازاي انت ترن الكيسنج جوب، وقلنا ايه هي الهاندلينج والتشيك ليست اللي لازم انت تأكد عليها قبل ما ترن الجوب ده. ودلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن ازاي ان انت تعمل رننج للجوب بتاعك، بحيث ان انت توصل في النهاية خالص للشكل اللي اتفقنا عليه، انك لازم يكون الكولر بتاعك بعيد عن الويل هيد اريا زي ما انت شايف كده بالمنظر ده بأي حاجة، لكن مستحيل ينفع، ما ينفعش أبدا 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 إن الكولر بتاعك يكون قريب من الويل هيد إريا بالمنظر ده، يعني ما ينفعش إن الكولر ده يجي في الحتة دي. طيب تعال بقى نتكلم النهاردة عن الريجب، هنكمل إزاي إن إحنا بنعمل ريجب للهاندلنج تولز بتاعتنا. إحنا دلوقتي يا جماعة اتفقنا إن إحنا في هاندلنج تولز بنستخدمها زي الباور تونج، زي السليبسات، زي الحاجات دي كلها. فازاي بقى هنعمل لها ريجب، يعني نحطها ازاي على البريمه وهي لسه موجوده على الارض. فاول حاجه خالص يا جماعه، زي ما انت شايف كده، بنعمل ريجب للفلاش ماونت سليبس. لان احنا هنستخدم فلاش ماونت سليبس، قلنا ايه الفرق بينها وبين السليبس العاديه. ادي الفلاش ماونت سليبس زي ما انت شايف، اهي اهي بتشتغل بالاير، او هي نيوماتيك يعني بتشتغل بضغط الاير يعني. تمام. طيب الفلاش ماونت سليبس ده بترفعها من على الارض لحد الريك فلور بتاعتك باستخدام الكريت. طيب قبل ما اخد الخطوه ديت لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل سيفتي ميتنج، اوضح فيه الكلام ده كلياته، اعرف الحاجه اسمها اس جي اي او سيفتي جوب اناليسيز بتاعتك، لازم ابقى عارف الحاجات دي كلها. لازم برضه استخدم الكرين، الكرين ده لازم ابص على الشهاده بتاعته اشوف هو سيرتيفايد ولا لا، لازم ابقى عارف الاس دبليو ال او السيف وركينج لود بتاعه كام، لازم ابقى عارف الحاجات دي كلها، يعني لازم ابقى واخد بالي من كل النقط دي قبل ما ابدا الجوب ده. تاني حاجه بعمل ريجب للكنترول بانل بتاعتي اللي انا بتحكم فيها عن بسليبسات، وبتحكم فيها ايضا بالباور تونج، لازم اعمل لها ريجب. كمان بعمل ريجب للباور تونج بتاعي واعمل له كونكت سيم ويز اتنين سناب لاين او تو سناب لاينز. طب ليه دايما بحط الباور تونج بعمل له كونكشن باتنين سناب لاين؟ ليه على الاقل لازم يكون اتنين؟ فانا المره اللي فاتت احنا قلنا ان هو المفتاح هو بيربط، ممكن يحصل بقى ريفرس تورك، او يحصل ان هو ظهره هو اللي يلف منك، فبالتالي لو في حد واقف وراه ممكن يموته او يعمل مشكله او يخبطه او اي حاجه، فبالتالي هو بيبقى متحزم من ناحيتين اتنين، يعني بتاخد سناب لاين من ناحيه ومن ناحيه تانيه، والاتنين بقدر الامكان بيكونوا عكس بعض، بحيث ان هو لما بيجي بعد ما يخلص التورك بتاعه لما يجي يعمل ريليز ما يفكش، بحيث ان هو لو حب يفك او هيضرب او يعمل اي حاجه يبقى ده ماسكه. لو من الجهه التانيه برضه بيبقى نفس الشيء، سواء اذا كان على الحل او على الروبوت. خلاص هناخد بالنا ان هو لازم يبقى متامن باتنين سناب لاين، يعني سكيورد اتنين سناب لاين، ده اللي هو البارتون. تمام. طيب بتعمل ريك داون للروتري بوشنج والروتري تيبل اهو زي ما انت شايف، اهو طلعنا الماستر بوشنج بتاعنا اهو والروتري بوشنج طلعناهم بره خالص، بره الريك فلور، وبنحط مكانهم على طول الفلاش ماونتد سليبس اهو. بنعمل ريجب للفلاش ماونتد سليبس ان ذا ريك فلور ان ذا اريا اوف روتري تيبل اهو، ده شيلناه من هنا بقى بره اهو زي ما انت شايف، وده حطيناه مكانه اللي هو هنا، وبنبدا نشتغل الريجب بتاعنا عادي خالص. طيب بعد كده بنعمل ريجب للاثنين سنجل اليفيتور، قلنا واحده منهم بنربطها في التوب درايف فوق، والثانيه بتبقى مدلدله كده متسايبه. طب ليه هي الثانيه مدلدله؟ عشان زي ما اتفقنا ان احنا دلوقتي اول ما بنيجي خلاص هو ربط، هو السنجل ده ربط، السنجل ده بتنيم سنتر الجوينت بتاع الكيسنج لحد ما تنزل لحد تحت، خلاص ربطت كل حاجه تمام ونزلناها لحد تحت وقفلنا السليبس، بنيجي فكينه ورامينه ناحيه الفي دور عشان يجيب الكيسنج الثانيه، وبالتالي التوب درايف يشقطها ويطلع بقى فوق، وهكذا وهكذا وهكذا. خلاص فدي حاجه في غايه الاهميه زي ما انت شايف كده. طيب تالت حاجه بقى يقول لك ايه؟ خلاص بوت وايبر رابر على الكفرد هول. دايما يا جماعه الهول بتاعتنا لازم تبقى متغطيه باستمرار، بنحط الايه الوايبر رابر على الكفرد هول. وتعمل ايه بقى عشان هنعمل هنجمع الشو تراك. هنيجي بقى نجمع الشو تراك ازاي؟ اول حاجه بتغسل، بتعمل كليننج للفلوت شو والفلوت كولر بالبنتونايت. تقول لي ليه؟ اقول لك ان الفلوت شو والفلوت كولر ديت ممكن السن بتاعهم فيما بينه وبين بعضه ممكن يكون في بعض الذرات من الرمل، لو احنا في صحراء بعض اي حاجه، فدي ممكن تاثر لو حضرتك ما عملتش تنظيف كويس،
فده ممكن يأثر جدا على السن وهو بيربط، وممكن يعمل لك جالنج او يخلي السن صفر. فاحنا بنعمل ايه؟ بنجيب البنتونايت ده ونيجي ماسكينه داعكين بيه السن كويس قوي، وبعدين بعد كده بفرشة سلك وبنبدأ نعدي عليه بحيث نطلع منه البنتونايت ده تاني، وبعد كده بوايبر او بقماشة وبننضف، وبعد كده بالاير هوز اللي هو الهواء وننضف تماما تماما، نتأكد ان الدنيا سليمة 100%. بعد كده عايز ترش مية عليه رش، مش عايز خلاص فمش مشكلة، بس لازم يتغسل بالبنتونايت عشان لو في اي شحمة ورواسب او باقي تراست او اي حاجة لازم ده اللي بينضفها مع استعمالك الفرشة السلك بتاعك. طيب نعمل بقى فانكشن تيست للفلوت ايكوبمنت بتاعتنا، اللي هي احنا قلنا ان هي وان واي فالف، يعني من ناحية ومن ناحية تانية، من ناحية بتعدي مية ومن ناحية تانية ما بتعديهاش. طيب حضرتك الفلوت ايكوبمنت ده نعمل لها فانكشن تيست ازاي؟ حضرتك بتيجي قلبها عكس كده وكابب عليها الميه، فلما بتكب عليها الميه لما تيجي تقلبها هي طبعا المفروض ما تعديش، والا لا قدر الله لما تعمل جوب الاسمنت تلاقي الاسمنت تطلع لك. فانت لما بتقلبها وتحط الميه المفروض ان هي ما تعديش، بتسيبها بقى فتره كده لحد ما تمام، فخلاص اتاكدت ان هي ما بتسربش يبقى هي اوكي اكسبتد، وده بنسميه هايدرو تيست للفلوت ايكوبمنت. طيب عذرا، بعد كده ميك اب فلوت شو، هنجمع الفلوت شو بتاعنا، وبعد الفلوت شو هنجمع عليها جوينت وان جوينت باي هاند، ذن بنستخدم التوب درايف بتاعنا عشان تجمع عليها الباقي ده كله. خلاص يبقى انت هتجمع الفلوت شو مع بالهاند بايدك، يعني مع الماسوره الباقيه ديت، يعني بنجمع الاثنين. طب خد بالك من نقطه قبل ما تجمعهم مع بعض، بتيجي انت جايب البكر لوك زي ما اتفقنا. البكر لوك ده عباره عن حاجه كده عامله زي معجون الحديد، بتمسك الفلوت شو بالجوينت، بتعمل بقى الشو تراك كلها. ليه؟ عشان منطقه الشو تراك دي منطقه خطيره جدا، دي بتعدي عليها البلاجات الوايبر بلاج، وفي نفس الوقت لما تيجي تحفر الوايبر بلاجز فيما بعد يعني فيها كذا يعني منطقه كريتيكال قوي يعني. خلاص طيب في مشكله بقى هنا، لو انت لا قدر الله وانت بتحفر البلاجات ما كانتش رابطه كويس في بعضها، هتلاقي حصل لك جنك في البير، وممكن لا قدر الله تفك منك تبقى مشكله كبيره جدا، مش هتعرف تعمل اي حاجه في البير، ممكن تعمل سايد تاك او يعني تخش في مشاكل لا حصر لها. فبالتالي انت من الاول بتاخد احتياطاتك وتحط حاجه عامله زي معجون الحديد كده على السن بتاع الفلوت شو، وتعمل بقى الشو تراك كلها واخد بالك بالمعجون الحديد ده، تاكد تماما ان الدنيا ماسكه في بعضها، وبعد كده لان هو بينشف على طول فبتخلطوا ببعض كده، اللي هم عباره عن صفيحه صغيره كده وجنبها علبه بلاستيك، بتخلطهم الاثنين على بعض كويس قوي، وتشحم بيها السن بشكل كويس، وتتاكد تماما بورقه ولا باي حاجه ان انت دخلتهم في الفراغات بتاعه السن لحد ما املاها بشكل كويس. يبقى بكر لوك الفلوت شو زي ما انت شايف اهو بالمنظر ده، اهو بنعمل له ورقه ولا حاجه، بنعمل له بس ايه ورقه ولا حاجه عشان تبقى الموضوع تمام. تمام يا جماعه زي ما احنا شايفين اهو، وعملناها اهو بالبكر لوك زي ما انت شايف، وزي ما شايف السن اهو بحته ورقه او اي حاجه، وبنتاكد ان هو داخل ما بين السن تماما. تمام برضو بنكمل بعد كده الماسوره اللي بعد الفلوت شو، ادي هنا عندك اقول ده الفلوت شو، ناخد الماسوره بنعمل فيها كده، ثم بعدها بنركب الماسوره الثانيه برضو نعمل بكر لوك، ثم بعد كده بنحط الفلوت كولر بتاعنا اهو زي ما انت شايف كده اهو، وبعد كده بنجمعهم الثلاثه كلهم مع بعض بحاجه واحده كده، وزي ما انت شايف برضو البكر لوك هنا وهنا وفي كل الشو تراك بتاعتك. تمام طيب دلوقتي يا جماعه بعد كده بنعمل روتيت. طبعا ازاي بتجمعهم برضو اهو بتاع الفلوت كولر، او بنقول اول حاجه بتعمل روتيت للفيرست جوينت سلولي باي ذا توب درايف تو ميك اب وذ ذا فلوت شو. بعد كده الريج تونج بستخدمه عشان اثبت الفلوت شو، وبعد كده هتقول لي طبعا ازاي اهو يعني ابسط مثال، هتقول لي طب انا هربط اللي تحت ده ازاي وتبقى تقيل على الناس وكده، اهو زي ما انت شايفه جايبين الريج تونج اهو بنحطه، بيبقى هو قافش على الفلوت شو، وانت بتلف بالتوب درايف الجزء اللي فوق وبالراحه خالص لحد ما تاخد التورك بتاعك. طيب تاخد بالك برضو من حاجه، ان انت الميك اب تورك بتاع السن ده هي حاجه اسمها تريانجل بيز اللي احنا اتفقنا عليها من امبارح، قلنا يا جماعه ايه انت عندك اهو شايف انت علامه المثلث ده اهو، بتنيك تلف لحد ما الكولر مع السن اللي فوق البن مع البوكس يجيب لك لحد التريانجل بيز بتاعك هنا اللي هو قاعده المثلث يعني. طب افترض مثلا جدلا ان بعض المواسير بيبقى فيها نسبه السنان اعلى زي ما انت شايف كده، مثلا المواسير الصيني بالذات، فوالله احنا مثلا بنقول ان احنا بناخد 10 15 ماسوره،
بيبقى لحد ما نوصل للبيس تراينجل بتاعنا هنا، وبنشوف متوسط التورك بتاعك من كام لكام. فتلاقي مثلا من 7000 ل 8000، او من 7500 لحد 8000. فيبقى انا خلاص بعد كده اكمل بلف كده، سواء جبت بقى التراينجل بيز او ما جبتهاش، لان كده بيبقى ممكن يكون عيب في الماسوره نفسها، لانك لو زودت عن كده ممكن لا قدر الله السن يسف او يحصل مشكله او تعمل كولابس في الماسوره بتاعتك. خلاص. طيب بعد كده يا جماعه بنعمل ايه؟ بعد ما جمعنا الشوتراك بنيجي احنا عاملين لها فيل اب، اهو فيل اب للشوتراك، فيل اب ذا فيرست جوينت وذ مد، وتشيك على البكر لوك بتاعك اللي هو ان هو السيل ثريد، يعني هو ما حصلوش ان السيل بتاعك، يعني مثلا على سبيل المثال ده عندك هنا اهو الصوره بتاعتك اهي مثلا، يعني لما باجي اعمل فيل اب بتاكد ان السنان ان هو ما بيهربش من الحتت دي، ما بيهربش خالص من النقط ديت، يعني بتاكد تماما ان هي التست ايه تمام، ان هو ما عملش اي تهريب، بحيث ان احنا اثناء ما احنا بنرن الجوب، يعني طبعا الرو جوب ده احيانا بياخد يوم بحاله واحيانا اكتر من كده، فبيبقى جوب فيري كريتيكال يعني. يبقى fill up للفيرست جوينت with mud and check for بكر لوك seal on threads. تاني حاجة secure للفيرست جوينت بالسيفت كلام زي ما انت شايف اهو، بنعمل لها كده، واخد في اعتباري ان انا وانا بربط السيفت كلام ما احرقش قوي عليها، بحيث ان هي لو زادت قوي ممكن تعمل كولابس في الماسوره. فانا برضو بعمل ايه؟ بعمل اللي هو الحاجه المتوسطه بتاعتك، لا هو لا قوي، لا تشد عليها قوي ولا تسيبها قوي. ماشي. بعد كده بتاخد السكند جوينت بتاعتك من على الفيدور وتعمل يوزنج السنجل اليفيتور. بعد كده بتستخدم برضه زي ما قلنا يوز ثريد بروتكتور فور كيسنج ديورنج بيك اب فروم ذا اوفر ذا فيدور. تاخد بالك من حاجه، ان احنا قلنا ان في عندك من ضمن الحاجات اللي استخدمها في الكيسنج، قلنا في حاجه اسمها ثريد بروتكتور، خلاص، وقلنا في نوعين منهم مانيوال ومنهم بيستخدم بالاير يعني او نيوماتيك. الثريد بروتكتور ده عشان يحمي السن ما يتخبطش وهو طالع على الفيدور، خلاص، ده فايت الاهميه يعني. طيب بقول برضه بعمل كليننج للثريد ده بالبنتونايت وبالاير هوز، وبنضفهم كويس، وبستخدم بكر لوك وثريد، واعمل السكند جوينت، يعني كل ده عشان ايه؟ طيب بيبقى في راجل بنسميه ستافر، الراجل ده بيبقى موجود على الستابنج بورد اللي موجوده فوق عشان يعمل سنترلايزيشن للسكند جوينت. طبعا انت دلوقتي بيبقى معاك كيسنج، خلاص؟ الكيسنج دي بتسحبها بالايه؟ بالسنجل اليفيتور، ما بتبقاش متسنتره كويس، لان طبعا المسافه بعيده على حد ما ينزل التوب درايف يجي عليها يعني. فطبعا بيبقى في راجل موجود فوق، هو بيبقى بيقعد يزق يمين وشمال بيه لحد ما بيسنترها بالظبط، وبعدين تبدا تلف الماسوره بتاعتك، بعد كده بيبدا يلفها من فوق في التوب درايف، وبتبقى الامور ماشيه بشكل طيب. خلاص. سكيور السكند برضو جوينت بالسيفت كلام، وعشان الوزن بتاعك بقى قليل، السيفت كلام دي بتحميك ان انت لا قدر الله ما يحصلش سليبج للماسوره بتاعتك في قلب البير ولا اي حاجه من الكلام ده. خلصنا الفلوت كولر وخلصنا السكند جوينت وخلصنا كل الفلوت شو بتاعنا، بنعمل له او ميك اب ذا فورس جوينت وسكيور سيم والسيفت كلام. احنا كده جمعنا كل الفلوت اكوبمنت بتاعتنا او ما يسمى بالشو تراك بتاعنا. خلاص. طيب باخد في اعتباري برضو حاجه، ان انا وانا بجمع الكيسنج بستخدم السايد دور اليفيتور لحد الكيسنج شو. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان السايد دور اليفيتور ده مش بالهواء، يعني ما بيستخدمش مع الهواء، فبالتالي هو ما بيحتاجش وزن عالي، ما بيشيلش وزن عالي، انت كده كده لحد الشو ماشي الوزن معاك عالي، فبالتالي هو سريع في الحركه شويه، يعني فتحه وقفله كده بيبقى اسرع بكتير وامن بكتير من الثاني ده، فبضطر ان انا استخدمه في البدايه بسهوله جدا، فبستخدمه يوز سايد دور اليفيتور لحد الكيسنج شو. بعد كده بستخدم بقى التونج تيستد اند فيل اب تول، شيكت عليهم برضو، بشيك على الباور تونج بتاعي وعلى الكاليبريشن بتاعي، على الفيل اب توب بتاعتي، على الانسبكشن شيت بتاعها، استخدم اتاكد ان هي النوزلز بتاعتها سليمه، المقاس بتاع النوزلز مظبوط، ان مفيش اي مشاكل في الحاجات دي كلها اتاكد منها. برضو الاير شات اوف از وركينج، اللي هو لا قدر الله لو حاجه ولعت ولا حاجه حصلت، بشد الاير شات اوف بقى اتاكد ان هو يفصل لك كل الهواء على الموجود، وبالتالي يكون عطل لك كل الايه الاجراءات بتاعتك لا قدر الله عشان ما يحصلكش اي مشكله. نقول اتاكد ان الاير شات اوف از وركينج اند تيستد، والانسبكشن بيبرز والانسبكشن شيت وكل حاجه بتاكد منها قبل ما ترن الجوب. خلاص. بعد كده بنعمل هولد بري جوب سيفتي ميتنج، بنعمل سيفتي ميتنج بقول يا جماعه والله احنا هننزل بكام جوينت، نحافظ ان السليبس للسليبس كام، ناخد بالنا لا قدر الله لو في اي اوبستراكشن ما زادش مثلا عن من 5 ل 10 سلاك من فويت، او من 10 ل 15 سلاك، بعد كده بلغني. لا قدر الله لو في اي حاجه اوقف وسيركل على طول، هتملى كل كام جوينت مثلا، تملى كل خمسه جوينت، وتاخد فول ريتيرن مثلا. لما ترفع الفيل اب طول مثلا هتملى كل جوينت وتاخد كومبليت، راجع تماما ريتيرن كومبليت كل خمسه جوينت. يعني
بقول كل الملاحظات اللي انا عايز اقولها كاوبريشنال. بقول مثلا باخد بالي لو انا عندي زوايا مثلا ولا حاجه، او عندي واش اوت، الحاجات دي كلها باخدها برضو معايا في السيفتي ميتنج، بنبه عليها كلها. براجع الاس جي اي اللي هو السيفتي جوب اناليسيس بتاعتك، لا قدر الله لو في حاجه حصلت تستخدم ايه، تعمل ايه، لا قدر الله الحوادث المتوقعه ايه، الكلام ده كلاته. البي تي دبليو او حاجه اسمها بيرمت تو ورك، باخد بالي منها الناس عملت بيرمت ولا لا، او بتوقعوا من التول بوشر والكومباني مان، يعني لازم الحاجات دي كلها وكل البيبر ورك بيكون انت واخد بالك منه. طيب بعد كده بقى انت خلاص جمعنا الشو تراك تماما، وعملنا التيست بتاعنا على الفلوت شو، واتاكدنا ان البير فل والدنيا تمام، عملنا بكر لوك على كل حاجه على الفلوت على الشو تراك كامله. وبعد كده لازم اخد بقى اعتباري في نقطه، احسب الكيسنج تالي بتاعي وبحاسبه 100% واعيد عليه مره واثنين وثلاثه وعشره، بحيث اتاكد من حاجه ان لما اوصل في الاخر خالص للكيسنج، الكيسنج بتاعتي ما يبقاش الكولر بتاعها في قلب الويل هيد، ما ينفعش ابدا، لان انا بعمل بعد كده بريح الوزن بتاعي وبعمل بالكولد كتر، بقطع الجزء اللي فوق ده، فما ينفعش اقطع في كولر، لان طبعا بتاع نقطه ضعف دي حاجه. ثانيا ما ينفعش ان الكولر موجود تحت هنا، لان بدخل كيسنج سليبس، فلازم يبقى الجسم بتاعها املس، ما يبقاش فيها تبرد او جزئين اتنين. بقى لازم اخد في اعتباراتي كل الحسابات دي لما اجي احسب الايه بتاع الكيسنج تالي، وهبدا ارن الجوب بتاعي. خلاص طيب ازاي بقى هاو تو رن هول وذ كيسنج ان كيس ذا هول؟ طبعا نبدا ارن الكيسنج في الاول، ببقى داخل كيس ذا هول صح كده، وفي النهايه بقى بعد كده برفع الفيلاب طول عند الشو، وبعد الشو بنزل في الاوبن هول، كل حاجه بتبقى لها حساباتها لوحدها. طيب ازاي انت هترنها اول حاجه في الكيس ذا هول؟ طبعا بقول بنزل اهو ب 9 5 8 باتريس، ده اختصارها باتريس. الجريد بتاعها ان او ال 80 مثلا 47 اللي هو او 43 ونص اللي هو النومينال ويت، باخد في اعتبار ان اللي تحت من اول الشو وفوقيها بكام ماسوره كده بيبقى 47، طبعا بيبقى متحدد لك بالظبط كام، وبرده باخد بقى بعد كده الباقي ده كله 43 ونص، وفوق خالص بيبقى مثلا اخر 3 4 مواسير 47، ده اكوردنج للكيسنج ديزاين اللي بقى مبعوت لك يعني. خلاص از بير تالي لحد دبس معين اللي هو الدبس اللي هو بتاع الكيس شو لحد دبس كذا، ببقى عارف هم كام جوينت بالظبط، كام منهم 47، كام منهم 43 ونص، عارف بالظبط انا بنزل بقد ايه. خلاص ملاحظاتك بقى اللي تاخدها في اعتبارك ايه وانت بترن الهول بالكيسنج بقى؟ اول حاجه تملى الكيسنج، فيل اب كيسنج افري جوينت وذ ثيوريتيكال فوليوم. الثيوريتيكال فوليوم يعني ايه؟ يعني مثلا بقول والله ان هي مثلا الكباستي بتاعتها بتساوي كذا، وانا عندي البامب اوت بوت بيساوي كذا، فانا بجيب من خلال الاثنين بقسمهم على بعض، فاقول والله مثلا بيساوي 26 ستروك 27 ستروك 100 ستروك ايا يكن يعني ايه هو، فبقول بملى كل جوينت بالفوليوم ده. طيب لو الفوليوم ده بقى ما ملاش معايا، يعني مثلا بدل 26 خدت مثلا سي 30 مثلا، مثلا على سبيل المثال، ده معناه ان انا معايا لوسز في البير، فبناء عليه بحسب كميه اللوسز قد ايه اللي باخدها كل ساعه، عشان برضو ما اتفاجئش بمشكله ان انا على ما خلصت الجوب ما لقيتش معايا طفله من باد سبليس. فبعمل في حسابي ان انا والله مثلا معايا 4 5 برميل لوسز كل ساعه، وابقى مراقب اللوسز كويس. اقول لهم برضه والله يا جماعه ما ننزلش بسرعه عاليه، لان طبعا الطفله في حاله استاتيك، الطفله لو هي في حاله استاتيك يعني في حاله جل، واخد بالك؟ فلو انا نزلت بسرعه عاليه ممكن اكسر بقى الطبقه، يحصل مثلا سيرج ولا حاجه اكسر الطبقه، واخد بالك؟ فبقول لهم مثلا السرعه بتاعتك من الى، ودي لها رول اوف ثامب، ما تزيدش عن 2 سكند مثلا في الفيت الواحده، يعني تبقى نازل بالراحه، او مثلا الكلام ده كله برضه بقوله في السيفتي ميتنج، وابقى واخد بالي برضه منه وانا نازل. سيفت كلامب بستخدمها في اول 10 15 ماسوره لحد ما الوزن بتاعك يزيد عن 20 او 25 كي، واخد بالك؟ لازم تاخد في اعتبارك النقطه دي عشان ما يحصلكش سليبج من الكيس من السليبس بتاعتك وتقع منك في البير. ببلغ السوبرفايزر او الكومباني مان يعني باي دامج جوينتس، لازم لو في سن مخبوط، سن في جيلنج، في اي حاجه لازم ابلغ بيها واستبعدهم، ولما استبعدهم هغير في التالي، انا هجيب واحده مكانها، اغير اعدل الدبسات بتاعتك واغير التالي واعدل كل حاجه بالظبط من جديد، ما ينفعش ان انت تسيب الامور ايه تبقى ماشيه بهازارد كده. طيب برضو الدريلر اللي واقف ده لازم يسجل البيك اب والسلاك اوف ويت في التالي بتاعه. تقول لي طب ما هو الكلام ده كله بيبقى باين معايا على السكرينه وعلى على السنسور بتاعي، على السنسور اللي موجود على السكرين. اقول لك برضو زياده تاكيد، لان هو برضو الراجل ده هو اللي موجود بعينه، هو اللي شايف قدام عينه ايه اكتر منك، ممكن السنسور يكون فيه خطا، ممكن مثلا الاس سي ار بتاعه في حاجه، ممكن يكون بيهيس، ممكن يكون الكولينج بتاعته مش مظبوطه فيديك قرايات غلط، انما هو شايف قدام عينه بقى على المارتن ديكر، فبيبقى قرايه اوقع اكثر واقعي، فهو بيسجل البيك اب ويت والسلاك اوف ويت مع كل جوينت. كمان برضو ريبورت اني انكريز ان دراج لو هو نازل، او ريستريكشن
لو في دراج يعني حاجه كده بتقابله وهو نازل، او في ريستريكشن بيقابله وهو نازل يبلغ بيه، لازم يبلغ بيه الكومباني مان تو سيركوليشن مثلا. وبعدين لو في اي بقى حاجه وقفت قدامه بنبقى انا ساعتها بقول له ايه، خلاص اقف بالك، انت اقف عند الجزء ده مثلا، ابدا اعمل ريسبروكيشن يعني اطلع وانزل كده واخد بالك. بس طبعا مش هيبقى في قلب الكيسنج يعني، مفيش في الكيس ده هو الكلام يعني، مش هيبقى في حاجه تقابله في الكيس ده هو ان شاء الله، بس بقول لك يعني الكلام ده بشكل عام في الكيس ده هو اوبن هول يعني. لو انت في عندك نقطه ولا حاجه بتقول له ايه، ابدا بس ايه، ابدا سيركل بريت قليل كده واحده واحده الاول، عشان طبعا بتاع الطفله متجمده او بتاع في حاله جل لحد ما تكسر، وبعدين لحد ما توصل للماكسيمم جي بي ام اللي انت كنت بتحفر بيه، وتاخد ريتيرن فول ريتيرن الدنيا تمام، وساعتها تبدا تنزل برضو. وانت حتى لو بتنزل وانت بتعمل ووش اوت مش مشكله، بس ان انت تعدي النقطه دي. هنا بقى اختلف الكلام عن التربات. ليه؟ قلنا في التربات ما ينفعش تطلع او تنزل الا لما تبقى على الاليفيتور يعني، او تنيك خد ووش اوت وبامب اوت واطلع وانزل وخد بقى كريم واعمل اللي انت عايز تعمله كله، بس في الاخر لازم تطلع فري. هنا في الكيسنج بقى لا، انت عديت بجوينت عدي باللي بعدها خلاص، ما فيش بقى اطلع وانزل وسفلت، ما فيش الكلام ده، لان دي كيسنج خلاص، عديت بجوينت اللي بعده، ما فيش بقى ايه الكلام ده، عشان ممكن تطلع اصلا انت في معاك سنترلايزر ممكن يلم حاجه بتاع يعني، تدخل نفسك في مشاكل انت في غنى عنها. خلاص كده يا جماعه. طيب ذا ماكسيمم كيسنج رانينج سبيد اهو، دي برضو نقطه بتبقى مهمه قوي، لان في ناس بتقول لك التربه مالها بطيئه والتربه مالها سريعه وكلام. يا جماعه انت تحمد يعني، احنا بنحمد ربنا احنا بسرعه تي دي من غير مشاكل، ايه الحكمه ان انا اجري بسرعه قوي في التربه ولا قدر الله اخد توتال لوس، او اخد يحصل لي مشكله او استك او ما اخره، الوقت اللي انا جريته في التربه اللي هو في الساعتين 3 4 5 اللي وفرتهم دولت خسرت قدهم نون برودكتيف تايم في حاجات اكتر. فلا انت لا احنا مطلوب مننا نكون بطاء قوي، ولا احنا مطلوب مننا نكون بنجري، مطلوب مننا نكون بنتعامل بحذر، لان جوب الكيسنج ده جوب فيري كريتيكال. خلاص فبنقول اهو انت عندك رول اوف ثامب يعني، يعني حاجه كده الناس ماشيه بيها، ان انت السرعه ما تزيدش عن 2 قدم في الثانيه، ما معناته ان انت حوالي 20 سكند تاخد الجوينت في 20 سكند تقريبا يعني، بلس اور ماينس الكلام ده بيبقى ما يزيدش عن كده يعني، واخد بالك؟ طبعا ممكن يبقى اقل من كده بكتير طبعا. انسايد الكيسنج داخل الكيسنج، وواحد سكند يعني حوالي 40 ثانيه للجوينت الواحده في الاوبن هول. طبعا الكلام ده السرعه اللي نازل بيها. طبعا الهاندلنج بقى والسليبس ويطلع ويشد ويربط ومش عارف مين بتاخد وقت اكتر من كده، فتلاقي نفسك مثلا يعني بنقول من السليبس للسليبس من 3 ل 4 دقائق يعني، عشان تلاقي نفسك مثلا في الاخر المتوسط تلاقي نفسك عملت في الساعه من بلس اور ماينس من 12 ل 15 جوينت في الكيسنج بتاعتك، ده في المتوسط يعني. وبرضه بيعتمد على مهاره الكرو وعلى حاجات كتير برضه. طيب التورك بتاعك، التورك اللي انا باخده على الكيسنج بتاعتي دي، احنا قلنا اسمه ايه، بيز تريانجل، وريكم الصوره تمام. طيب بعد 5 جوينت او بعد 10 جوينت كده باخد افريج بقى للتورك على البيز تريانجل ده، يعني مثلا الماسوره ديت خدت مثلا 7100، اللي بعدها 7200، 7300 لحد 7500، وهم بيدوروا في الفلك ال 7500 دول، ال 10 بيدوروا في 7500 اللي هو من فوق تحت شويه فوق شويه كده وهكذا. فبقول ان ده المتوسط بتاعي، فبثبت قيمه متوسطه وباخد الايه القرايب بتاعتي او باخد الميك اب تورك بتاعي، بحيث ان البيز تراينجل في بعض المواسير احيانا بتكون مش مظبوطه، فممكن تزود انت بتاع شويه، ممكن تعصر الماسوره او تعمل مشكله او تبوظ السنان بتاعتك او تمام. فباخد مثلا مجموعه من خمسه ل 10 مثلا جوينتس، واخد المتوسط بتاعهم وامشي بيه بقيه. عند الكيسنج شو بغير الاليفيتور لينكس. انا يا جماعه الاليفيتور ده بيبقى متشال على الاليفيتور لينكس اللي هما بيبقوا متعلقين في التروب درايف بتاعي، خلاص كده. طيب حضرتك بقى بغيرهم وبركب اليفيتور تاني، فاللينكس ديت بتبقى قصيره، فبضطر ان انا اجيب لينكس اكبر منها شويه، بحيث ان هي تقدر ايه، بحيث ان هي تقدر تغطي لي شكل الاليفيتور اللي هو الاكبر بالشكل بتاعه اللي هو الكبير ده. خلاص يبقى عند الكيسنج شو بغير الاليفيتور بتاع الاليفيتور لينكس، وارفع السبايدر اليفيتور والسليبس بتاعي والفيلب تول، كل ده عند الكيسنج شو. خلاص هتقول لي طب ايه فايده الفيلب تول، اقول لك هي اوتوماتيك بقى بتعبي لوحدها طبعا، بدل ما كل مره بتوقف وتحط سيركوليتنج وتعبي ومش عارف وتكسر وتعمل، لا الفيلب تول دي حاجه بترشق بتركبها انت دايركت في التوب درايف بتاعك من فوق، وهو بيعبي اوتوماتيك وهكذا. طب افترض جدلا بقى ان انا معيش فيلب تول، او الوقت زنقني او ما الى اخره، هعمل ايه؟ بعض الاحيان بنلجا ان احنا بنستخدم شورت باب جوينت من الدريل بايبس، بتحل محلها بتربطها في السيفر سب بتاع البي او بي، وبالتالي بتنزل برضو بيها جواها تعبي، بس بتعبي هنا ثيوريتيكال لحد ما يبدا يجي لك راجع، لان طبعا
يعني بتبقى الموضوع ماشي، بتمشي الجوب زي ما بيقولوا كده، ايه يعني على قدك لحد ما تكمل يعني، لان طبعا الموضوع بيبقى صعب. لكن لو مفيش قافله بطول او اتاخر عليك او حصل اي حاجه وقفته او من اخره، عادي خالص شورت باب جوينت تمشي لك الموضوع، يعني مثلا من 6 ل 10 قدم تمشي لك الموضوع كويس جدا يعني. خلاص ناخد بالنا من دي. طيب ازاي بقى انا برفع الفيلا بطول؟ ادي يا جماعه شكل الفيلا بطول اهو، زي ما انت شايف اهو الفيلا بطول اللي احنا كنا عليها قبل كده، ادي شكلها اهو، وهي داخله جوه الكيسنج زي ما اتفقنا. ديت المندريل بتاعك بيبقى راكب فوق في قلب بيبقى راكب فوق في التوب درايف هنا، وادي الشكل بتاعها اهو. بقى في النوزلز، ايه النوزلز بتبقى موجوده يعني هنا في كده موجوده، ده المخبيه بتاعتك اهي، هي موجوده من هنا في نوزلز خاصه بيها، واول ما بتنزل جوه بتلاقي الكفر ده رد لفوق كده، خلاص معناتها ان هي نزلت بكامل هيئتها، فبعبي بيها كل جوينت. طيب انا بقى ازاي برفع الفيلب تول بتاعتي؟ واخد بالك منها لان ده جوب كريتيكال قوي برضو. هقول اهو insert المندرل of the fillup tool in the mouse hole، تحطه في الماوس هول على جنب، وبعد كده بتسيت last casing joint على السليبس، بتحط اخر جوينت تحطها على السليبس بتاعتك، وممكن كمان تامنها ب بالسيفت كلامب يعني لو احتجت. بعد كده بتعمل لاي داون للسايد دور اليفيتور، خلاص مش هنستخدمه، وبعد كده بتحط الاليفيتور بتاعك على الريك فلور، او ريج اب السبايدر اليفيتور فروم لاند تو ذا ريك فلور. طب انت دلوقتي لما تيجي ترفعه هتحطه على ايه؟ يقول لك احنا بنجيب 3 4 بروتكتورز عشان بلاستيك يعني من بتوع الكيسنج. الحمد لله. من بتوع الكيسنج، وبنحطهم على الارض كده، ونحط عليهم الاليفيتور بتاعنا بحيث ان هو ما يبقاش موجود على الارض على طول فيبوظ يعني، احنا بنحطه على حاجه ثابته يعني، على حاجه بلاستيك. خلاص طبعا بنكون احنا عملنا لاي داون لللينكس بتاعت التوب درايف اللي احنا قلنا عليها القديمه، هنحط لينكس جديده. بيك اب للفيلب تول فروم ذا ماوس هول وانسرت سيم انسايد الكيسنج افتر بوت جريز، نحط جريز على الرابر بتاع الفيلب تول. بنعمل ميك اب للمندريل والفيلب تول في التوب درايف، الاثنين مع بعض كده بنلزقهم في التوب درايف من فوق على في السيفر سب، وبعد كده سوري بيك اب وانستول نيو لونجر لينجز فور ذا توب درايف. زي ما اتفقنا قبل كده يا جماعه، قلنا ليه هي لونجر؟ عشان تبقى معاك فيلب تول من ناحيه، ثاني حاجه علشان عشان يعني اللينجز القديمه ما كانش فيها فيلب تول خلاص، انما اللينجز الجديده اطول عشان تحتاج لك الفيلب تول لحد ما تخش جوه الكيسنج بتاعتك، وبالتالي السبايدر ينزل جوه وبره يعني. ماشي طيب كونكت الاير هورسز تو ذا سبايدر اليفيتور. قلنا يا جماعه السبايدر اليفيتور ده بيشتغل بالنيوماتيك، نيوماتيك يعني بالاير، بيبقى في خرطوم كده بيوصل فيه الخرطوم ده، خد بالك بقى لازم يبقى سكيورد، ويبقى بيبقى احنا برضو مامنينه بحبال كده من فوق، واحيانا بطايره وحاجات فين في الجوز نيك بتاعت الايه، الجوز نيك اللي بتبقى موجوده على التوب درايف من فوق اللي بتبقى واصله بالوش بايب يعني، على نفس الجوز بايب دي، الجوز نيك دي بنبقى رابطينه بتاير رابس. ليه؟ لان هو بيطلع وينزل معاها، ده السبايدر اليفيتور بيطلع مع التوب درايف وينزل مع التوب درايف، انما مثلا بتبقى موجوده على الارض وغيره. واخد في اعتباري بقى ان بعض الاحيان ممكن يحصل لي مشاكل بسبب بتاع ده، ممكن لا قدر الله الاير كومبرسور باظ، هعمل ايه؟ لازم يبقى عندي باك اب. لا قدر الله مثلا الفايز او الفيوز بتاعته دي ضرب او في مشكله، لازم يبقى عندي باك اب. لا قدر الله الافيز اللي هو بيلف اللي هو بتاع اللاكور اللي بقى راكب على اللاكور باظ، لازم يبقى عندي باك اب. الفيتنجز الصغيره ديت اللي انت مستقل بيها ممكن توقف لك جوب عظيم زي جوب الكيسنج وتسبب لك انك تستاك، فلازم يبقى عندك من كل حاجه من دولت تشيك عليها قبل ما تنزل، وتبقى عندك باك اب منها، وتبقى متاكد تماما ان انت عندك كل حاجه من الفيتنجز ديت موجوده. خلاص رجع للسبايدر الفيتور بقى، وبوت سيم اون ذا ويل اون 3 كيسنج بروتكتور. بنحط بعد كده الفيلب تولز في الكيسنج جوينت واللينكس بتاعتنا في على السبايدر الفيتور. اخر حاجه بنسيركل بتعمل سيركوليت للهول باستخدام الفيلب تول، ونقول ان احنا بنعبي كل يوز زي ما قلنا اهو، بنامن بنعمل سكيور للاير هوسز باستخدام روب او حبل، واحيانا في بعض الاحيان بالتاي راب. خلاص احيانا بتستخدم ايه التاي راب. خلاص طيب دلوقتي بقى يا جماعه احنا خلصنا راننج كيسنج في الكيسد هول ورفعنا الفيلب تول، تعالى بقى نشوف هنعمل ايه في الاوبن هول. هاو تو كونتينيو ران هول وذ كيسنج ان اوبن هول. اهو هتعمل برضو زي ما اتفقنا، هتبقى عارف انت هتنزل ب 9 5 8 باترس السن بتاعك،
ان بتاعك من ان او ال 80 47 ل 43 ونص باوند بير فيت. الكيسنج بتاعتك لحد ما توصل للتي دي او التوتال ديبس بتاعك، والتي دي هنا المقصود بيه الميجرد ديبس. خلاص طيب بتنك نزل بقى، عارف انت هتنزل بقى كام ماسوره؟ 47 بكام ماسوره؟ 43 ونص كام ده كله. طيب بنعمل بقى وانت نازل بريك سيركوليشن عند الكيسنج شو ايه، لان الطفل بتبقى متجمد وكل 2000 قدم بتعمل بريك سيركوليشن بتاعتك. خلاص وايفري 2000 قدم ان ذا اوبن هول وستارت، بستارت بريت قليل اللي هو 150 جي بي ام مثلا، وازود لحد ما اوصل للماكسيمم اللي انا كنت بحفر بيه اللي هو مثلا 450 او 500 جي بي ام. ليه بقى ببدا بريت قليل؟ لان الطفله متجمده في حاله جل، فبالتالي البامب لو قامت ممكن البامب من ناحيه ممكن يحصل سيرج كده، فممكن البامب نفسها تكسر الطبقه ويحصل لك مشكله. فبالتالي ببدا اكسر واحده واحده كده، بكسر الايه الجل بتاعنا واحده واحده بريت قليل لحد ما اخد الفيل سيركيليشن، يبقى انكريس سيم جراديوالي لحد ما اوصل للماكسيمم اللي هو 450 جالون بير مينيت بيزد اون الستاند باي بريشر بتاعتك اند لوسز و ريسبروكيت الكيسنج من 5 ل 10 قدم اثناء السيركيليشن. طبعا ليه بعمل ريسبروكيشن؟ الريسبروكيشن يا جماعه انا بطلع وانزل، بطلع وانزل بشيلها على السبايدر الفيتر كده اطلع وانزل بيها. خلاص بطلع وانزل بقى في اطار 10 15 قدم. ليه؟ عشان ما لما انت تقف واقف في حاله ستاتيك لا قدر الله ممكن تستك، فابقى عارف برضو ان انا اطالع ونازل عشان امنع فرصه ان انا لا قدر الله يحصل لي ظاهره الاستك. خلاص طيب تاني حاجه الدريلر برضو لازم ياخد باله من الداون ويت بتاعه في التالي ويسجله باستمرار. ماشي لازم يسجل الاب والداون ويت بتاعه. طيب تالت حاجه ايه؟ الريبورت اني انكريز ان دراج اور ريزيستنس، وتبلغ بقى التول بوشر والسوبرفايزر، ونقول اهو الماكسيمم بتاعك مسلاك اوف ويت من 10 ل 15 عشان لا قدر الله برضو ما يبقاش فيه اي مشكله ان انت يحصل لك ما يحصلكش مشكله وانت نازل او يحصل لك كولابس في المواسير او تتني منك او يحصل لك اي مشكله، انت طبعا بتبقى مصيبه ساعتها لو حصل الكلام. فانت بالكتير من 5 ل 10، طب زادت من 10 ل 15، طب زادت عن كده بقول لك وقف وسركل المنطقه دي كده وابدا حاول تاخدها ووش داون لحد ما تنزل مره تانية، مرة واثنين وتلاتة وما تزهقش. خلاص طيب watch the bit for losses while running casing، ركز معايا في البت اللي هو التانكات بتاعتك لازم تراقبها كويس عشان تبقى عارف لا قدر الله وانت نازل لو لا قدر الله خدت جين او لا قدر الله لو خدت لوسز عالية، فابدا ابقى عارف لان انا ببقى مأمن جدا في التانكات اللي هي بتاعت الديسبليسمنت دي، بحسب الفوليوم بتاعي بالظبط كام كديسبليسمنت وبأمن عليها واعمل لها لوك. لوك يعني ايه؟ يعني ما حدش يفتح ولا يحول منها ولا اليها، خلاص عشان ما يبوظهاش لا بالنسبه للويت ولا بالنسبه للفوليوم ولا بالنسبه لاي حاجه. التنكات بتاعت الديسبليسمنت ما حدش يلمسها. خلاص طيب المد لوجر او المد لوجنج تو مونيتور المد ريتيرن فور لوسز اند جينز برضه واير راننج كيسنج، لازم اخد بالي من الحاجات دي كلها قوي. لازم في اخر جوينت بقى، اخر جوينت كده بجيب السيمنت انجينير او السيمنت اوبريتور بقول له ابدا جهز الليد والتيل فلويدز بتاعتك لميكسنج فلويد، مش الاسمنت، بقول له جهز الميكس فلويد بتاعك للتيل وللليد بتاعتك. واقول الكلام ما بعملوش غير في الاخر خالص. ليه بعمله في الاخر زي ما اتفقنا؟ لان حضرتك لا قدر الله لو حصل اي حاجه وانت اثناء ما تران هول والجوب عطل ممكن يفسد هذا الميكس فلويد، فانا بقول له عند اخر حاجه اعمل ميكس فلويد بس ما تخلطش اسمنت. انا بركز اهو النقطه دي، ممنوع تخليط اي اسمنت في الباتش ميكسر، او طبعا اون فرايد حاجه تانية، بس ممنوع تخليط اي اسمنت في الباتش ميكسر الا لما تعمل بريشر تيست على اللاينز بتاعت الاسمنت، اكد ان الدنيا تمام ساعتها اقول لك ابدا خلط، قبل كده لا، لان لا قدر الله ممكن تخلط الاسمنت وتيجي تعمل تيست تلاقيه بيليك. هنبدا بعد ما نصلحه هتاخد 3 4 ساعات الاسمنت بتاعنا يكون شك وباص، مصيبه سودا طبعا. خلاص يبقى ات لاست جوين سيمنت كومباني او سيمنت اوبريتور يعني يبدا يحضر لك الليد والتيل والميكس فلويد بتاعك ليه عشان يعمل السيمنت جوب. ميك شور ذات، خد بالك من نقطه ان لاست تو جوينتس اخر اتنين جوينت دول يكونوا قصيرين والوزن بتاعهم يكون 47 لما لاندنج. ليه؟ عشان اتفادى وجود الكولر عند الويل هيد،
أتفادى وجود الكولر عند الويل هيد. خلاص fill up casing every joint زي ما قلنا، وتاخد return each 5 joints while running the casing that will make it easy to run. خلاص طيب wash down through the tight spot زي ما قلنا، أي tight spot تاخدها wash down while monitoring the pressure. خد بالك هنا انا ما قلتلكش، انا قلتلك هنا ايه ووش داون، ما قلتلكش اطلع تاني، يعني هو انت بتنزل بالماسوره ما تطلعش، مفيش حاجه اسمها فري، انت هنا في كيسنج. خلاص ناخد بالنا من النقطه دي الاول. طيب هاو تو كونتينيو بقى رن هول برضو، بنقول اهو بي شور ذات ذا ريتيرن از هوموجينيوس فلو. خد بالك بقى من النقطه كده، لما تيجي توصل عند الاخر بيبقى طبعا عند حضرتك ممكن تلاقي في هول فيل لا قدر الله ممكن موجوده، عشان كده احنا بنقول في حاجه اسمها كيسنج جوب اللي بنحطها قبل ما نطلع، قبل ما نطلع بلوت فول. واخد بالك ممكن تلاقي فيه هول فيل، ممكن تلاقي فيه برايت ساك، حصل ان انت عندك البرايت ستل منك، فحضرتك هنا تيجي تعمل سيركوليشن تلاقي الوزن مش هوموجينيوس، يطلع عالي قوي وينزل تحت خالص، طالع نازل، فلازم افضل اسيركل بوتوم اب كامل لحد ما الان يبقى زي الاول، لان حضرتك بقى في جوب اسمه اسمنت هتعمله، في حاجه اسمها ديفرنشال بريشر، انت هتحط اسمنت فلازم أن يبقى حساباتك مظبوطه، الوزن هنا زي الوزن هنا في الاول بعد المض، وبعد كده الاسمنت هو يديك الديفرنشال، طبعا بتاخد في اعتبارك انت بتزود عليها اللي هو في الاخر الديسبيسمنت، وبعد كده كمان بتزود عليها في الاخر البامبنج. طبعا هنتكلم عن كام بالتفصيل. يبقى بي شور ذا ريتيرن از هوموجينيوس فلو، يعني مفيش نو برايت ساج، مفيش حاجه اسمها برايت ساج، البرايت مش مسدل معاك تحت، فبالتالي وزن الطفله مظبوط. That will lead to control down speed بتاعتك as far as hole is clean and flow rate will raise up to maximum 450 جالون بير minute. المود انجينير لازم يراقب كويس جدا الشكارات بتاعتك لحد ما تبقى clean. تقول لي طب ما هو المفروض ان هو كان مراقب، اقول لك ماشي، بس ممكن يبقى معاك هول فيل، ممكن يبقى معاك اي حاجه حصلت معاك، فلازم تتاكد تماما ان مفيش ريستريكشنز، عشان جوب الاسمنت فيري كريتيكال، هو 5 ساعات بس ممكن يبوظ لك البير بالكامل، فلازم ناخد اعتبارنا منه كويس قوي. خلاص يبقى المود انجينير تو فولو اب ذا شيكر وايل سيركوليشن فور كليننج بوتوم، دونت ستارت بامب فروم ستاتيك بوزيشن زي ما قلنا، لكن السترنج ماست موف اب تو افويد ديفرنشال ستيكنج، لازم ما تشغلش البامب وانت في مرحله ستاتيك، يعني ابدا كده واعمل ريسبروكيشن اب وداون من قلنا من 10 ل 15 قدم، وانت ساعتها ابدا شغل البامب بتاعك عشان ما يحصلكش استاك، يبقى الاثنين مع بعض، وقلنا بتشغله بريت قليل لحد ما توصل للريت اللي هو الماكسيموم جالون بير مينيت اللي انت بتوصل له. ماشي حاجه في غايه الاهميه كمان، تمام كده يا جماعه. طيب wash down last 3 joint زي ما قلنا اهو من 150 لحد 200، وهسجل ال اسمه ده، بسجل معايا الستاند باي بريشر فيرسز الاب والداون ويت معايا برضه. طيب اخر حاجه بقى خالص يا جماعه، احنا نزلنا بالكيسنج اول عند اخر جوينت هنتيج بقى على البوتوم. خلاص بتيج 3 4 مرات، بتيج مره 2 3 عشان اتاكد تماما ان ده البوتوم. ليه؟ تقول لي ايه الحكمه ان انت بتيج 3 4 مرات؟ اقول لك ان في بعض الاحيان بعض الفورميشن بتبقى ووشابل. خلاص فانت لما تيجي تتايج اول مره تلاقي غير لما تتايج ثاني مره، غير لما تتايج ثالث مره، تلاقي كل مره بتتايج عند ديبس مختلف، فتاخد بالك قوي من النقطه ديت لانها في غايه الاهميه. تاج وذ ماكسيمم 15، ما زودش عن 15 كيس لاك اوف ويت. خلاص وبعدين بي شور ذات يو هاف مينيمم 11 قدم مثلا ستيك اب لفوق. ليه؟ عشان حضرتك ال 11 قدم دول هو اللي بيطلع بيهم الاليفيتور وينزل لحد تحت، اللي هم السبايدر اليفيتور بيطلع بيهم وينزل اثناء جوب الاسمنت، وحضرتك اثناء ما احنا بندخ الاسمنت الراجل بيتني طالع نازل نازل طالع عشان يتاكد ان في الاسمنت بيعمل بيملى حوالين الكيسنج بتاعته بشكل كويس، فلازم هيتحرك فين؟ فلازم يكون معاه على الاقل ستيك اب حوالي 11 قدم عشان يعرف ينزل ويطلع بيهم لفوق. خلاص دي نقطه. تاني حاجة أتأكد تماما برضو إن أنا لما أجي أتيج إن أنا الكيسنج كولر ما جاش عند منطقة الويل هيد أريا خالص، لازم يكون فوقيها مثلا بقدمين ثلاثة على الأقل. ماشي وانس ريتش البوتوم سيركوليت بوتوم أب كامل، اعمل بوتوم أب كامل واير ريسبروكيتنج الكيسنج من 5 من 10 ل 15 قدم تو بي شور ذات ذا كيسنج انترفال از فري فروم اني ثينج دروب انسايد ات. خلاص طيب الدريل سوبرفايزر والمود انجينير او كومباني مان والمود انجينير لازم
يتأكدوا تماما إن الشيكر بتاعهم كلين، وات إني مومنت في أي لحظة أشيك على المط بت بتاعك، عشان زي ما قلنا عشان اللوسز والكلام ده كلاته. حضر بقى الكرين عشان نرفع السيمنت هيد بتاعتك دايركتلي افتر ريتش تو ذا بوتوم، وبعد كده هنعمل ريجب للكيسنج هاندلنج، ريك داون للكيسنج هاندلنج اكوبمنت اللي هي الباور تونج والباور يونت والحاجات دي كلها، اثناء ما احنا ما بنساركل وبنعمل البوتوم اب بتاعنا بنعمل ريك داون للحاجات دي، وبنعمل بعد كده ريك داون للفيل اب تول. ماشي كده. بعد كده بنعمل ريجب للسيمنت مانيفولد اللي هو بيبقى متلود بالطوب والبوتوم بلاج، وهنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله في جوب الاسمنت لاحقا. باخد في اعتباري برضو ان انا بعمل كونتينيو سيركوليشن بماكسيمم من 250 ل 350 جالون بير مينت اثناء ما انا بحضر للسيمنت جوب، عشان برضو بيعتمد على اللوسز بتاعتي. ماشي كده. ات لاست سيركوليشن، في اخر السيركوليشن بقى البوتوم اب بتاعي في اخره كده، يعني اخر 5 دقائق اخر 10 دقائق، بقول له الراجل ما تزودش عن 2 بارل بير مينيت. ما تزودش عن 2 بارل بير مينيت ليه؟ لان حضرتك لما اجي اعمل ديسبليس في الكيسنج ان شاء الله، لما اجي اعمل ديسبليس للاسمنت بالكيسنج ببدا في الاول خالص مثلا 6 7 برميل، زود بقى على حاجه، وفي الاخر خالص بقى لما اجي عشان اعمل بامبنج للبلاج بتاعتي بقول له هدي. هدي بكام؟ ما بزودش عن 2 برميل بارل بير مينيت. خلاص، فلازم يبقى عارف من الاول عند 2 بارل بير مينيت بيكون الستاند باي بريشر اري كام. فهنا هو بقول لك اهو ات لاست سيركوليشن في اخر 10 دقائق في السيركوليشن كده بتاعتك البوتوم اب، قلل ريديوس البامب ريت لحد 2 بارل بير مينيت لمده 5 دقائق، وريكورد السيركوليشن بريشر بتاعك لحد عشان في الاخر خالص هضيفه على الفاينل ديسبليسمنت بريشر لحد ما قبل ما اجي اعمل بامبنج للبلاج. خلاص، فانت بتبقى حاسب حساباتك ان انت عندك في حاجه اسمها فاينل ديسبليسمنت بريشر، عباره عن فرق الاسمنت عن المد. خلاص، وبزود عليهم الاثنين اللي هو البريشر بتاع السيركوليشن بتاع الاثنين بارل بير مينيت. خلاص، وده كده يبقى انت كده الفاينل ديسبليسمنت، فاينل ديسبليسمنت بريشر بتاعك وليكن مثلا طلع 1200 1300، بزود عليهم من 1000 ل 1400 بي اس اي عشان اعمل بامبنج للبلاجه بتاعتي. وطبعا لازم تكون متاكد ان الكلام ده لما بلاقي البريشر بتاعي بيرفع معايا. هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل واحنا بنعمل جوب اسمنت. ماشي، ونقول at that time cement supervisor have to be sure that the everything is ready. لازم الراجل بعد كده السيمنت هيد بتاعه بيبقى از لودد وذ توب وبوتوم بلاجز، لازم اتاكد من الكلام ده كلاته وابقى مصورهم ان اللي لونها احمر مثلا اللي هي البوتوم بلاج، واللي يا رب اللي لونها اصفر مثلا دي البوتوم بلاج، اللي لونها بقى اسود او غيره ده التوب بلاج. فلازم اتاكد كده ومصورهم عشان ابقى متاكد ان دي نزلت قبل دي. خلاص، وبرده في الشكل الصحيح بتاعهم في الوضع الصحيح. سيمنت سيرفيس لاينز لاين از ريجد اب، هعمل بعد كده السيمنت بتاعتي دي بعمل لها السيرفيس لاينز دي بعمل لها ريجب، واعمل لها فلاش بميه فريش، فلاش بميه ايه فريش، اند فلاش ذوز فريش ووتر. خلاص، وبعد كده برفع بريشر تيست عليها على السيمنت لاينز دي للتمرين اللي انت عايزه بقى مثلا 4000 5000 على حسب ما هو مكتوب في البرنامج، عشان اتاكد ان الدنيا تمام اجينست اللو تورك فالف اللي هو بيبقى موجود في البوتوم بتاع السيمنت مانيفولد، يعني بتاع اللي هو السيمنت مانيفولد بتاعك اللي بيبقى موجود فوق السيمنت هيد. يعني برفع اجينست الرقم ده عشان اتاكد ان الدنيا تمام. خلاص، ويفضل كمان ارفع قبليه لو في له تورك فالف قبليه برفع قبليه وبعدين ارفع تاني على السيمنت هيد. ليه؟ عشان لو في ليك في السيرفس لاينز ابقى عارفه، لان ممكن يكون الليك نفسه بيجي من السيمنت هيد. خلاص، فانت تبقى عارف انه الليك جاي منه حاجه فيهم بالظبط. خلاص، المهم في النهايه خالص بعد ما ترن الجوب بتاعك وتبقى تمام وتاكد تماما ان الدنيا تمام، يوصل في الاخر ان الكيسنج بتاعك يبقى في الموضع ده كولر فوق الويل هيد اريا زي ما انت شايف بالمنظر ده بحوالي 2 او 3 قدم على الاقل. خالص، خلاص. بشكركم جدا يا جماعه على الدرس بتاع النهارده ده، واتمنى يا رب اكون وفقت ان انا اوصله بالشكل البسيط. تحياتي ليكم جدا، وان شاء الله اشوفكم في محاضره جايه ان شاء الله عن الاسمنت بقى بالتفصيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.